اليوم بدينا كنشهدوا انقطاع ديال المياه. هذا الامر هذا اللي خلى الساكنه تعيش واحد شويه ديال الارتباك، وهذا الامر هذا يقدر كيعني ماشي هو الانقطاعات المتقطعه ماشي هو الحل، يقدر حيت بالنسبه ليا كيبان ليا الساكنه كتضيع مياه اكثر من هكا بالتخزين ديالها لاوقات طويله، وداك الشيء يقدر ما يكونش له ضروره، بالعكس ما يكونش له منفعه في ذاك الانقطاعات باش يقدر يكون كيضر اكثر. المساله ديال ندره المياه الجوفيه راجعه واقيلا لسنين عديده، داك الاستغلال المفرط ديال الفلاحه، ولكن كنتمناو الخير في هذا المشروع اللي تشن جديد واللي بدات الانطلاقه ديالو باش استغلال مياه البحر في السقي، وكنتمناو ربي يرحمنا بشي شتي ان شاء الله. والحمد لله طاحت شويه الشتاء وهذه، وكان شويه ديال الماء تزاد شويه هنايا، ولكن مؤخرا دابا كنلقاو المشكل نهار كتكون شويه السخونيه والحراره وداك الشيء كنلقاو المشكل ديال الماء، والانقطاع ديال الماء كيكون بالليل اصلا بالليل كاع ما كيكون الماء، كيقطعوه حتى كيقرب الصبح عاد كيحل الماء، ولكن واحد شويه عاوتاني كيقطعوه. شنو نقول لك، مشكل كبير، الناس كيعانيو بزاف الماء، الناس كيكونوا خدامين ما كيجيو كيلقاو الماء مقطوع، وبالليل كينعسوا بالليل كيبغيو يرتاحوا شويه، وفي الصباح كينوضوا ما كيلقاوش الماء، كاين مشكل، الناس كتعاني بزاف من المشكل ديال الماء. ايه كاينه التصفيه، دار من نهار قالوا بدات التصفيه هذه الناس مازال ما استافدوا حتى شي حاجه من التصفيه ديال هذه، مازال ما شنا والو من التصفيه ديال هذه. حنا غاديين غير كنعانيو، مازال كنعانيو مهما الصف قريب وداك الشيء، والناس مازال كتعاني من هذا المشكل ديال الماء. هي اللي نقصات هنايا ومنعت لينا دابا، حتى كثرت الفارم دابا راه حابسين على قبل هذا الماء هذا اللي كيتقطع. وراك عارف الناس دابا راه كاينه اللي خدامه على 5 د الاولاد 6 د الاولاد والكرا والضو والماء، بنادم كيجيب ديك 1500 ريال فين غادي توصل ليه؟ راه يعني رانا تضرينا من ناحيه الماء، حتى من ناحيه الطيور راه ولاو كيتقطع علينا فيه الماء، اكثريه ولا كيتقطع علينا الماء في الطيور. الفارم اكثريه سدوا على حساب الماء هذا العام، يعني حبسوا الخدمه بكري، واش شهر 4 كانت كتحبس فيه وشهر 3 ما كانتش الخدمه كانت كتحبس لينا في هذيك الوقت، دابا راه ولينا مضرورين بزاف بزاف من ناحيه الماء، وزادت هاد المعيشه هاد الغلا وهاد الشيء اللي ولا دابا، يعني راه مضرورين من اي حاجه. واش انت كاري، واش انت حيلتك، واش الضو، واش الماء، واش الصير، واش شحال قادك؟ وهذا الشيء كلشي بالنسبه للنشجه، هذا الشيء ديال الضعف، هذا الشيء راه جا من الماء، كون كاين الماء كون كيخدموا الفارم كيما مولفين، ولكن هذا العام راه ما خدمناش كيما مولفين. ها حنا دابا راه جالسين بلا خدمه، وزادونا بهذا الغلا وهذا الشيء، ها الكرا، ها الضو، ها يعني بيقولوا كلها مضروره من ناحيه الماء. يعني دابا كون الندره ديال المياه دارت لينا مجموعه من المشاكل، دارت لينا البطاله، حنا بعدا جالسين من شهر 3 وحنا جالسين، ها هما دابا حبسوا ديال شهر 4 شهر 5 كنا كنخدموا حتى شهر 7 وشهر 8، هذا العام راه جالسين بلا خدمه بلا والو، عاد اضطرينا حتى بهذا الغلا وهذا الشيء كامل. اللي خصكم تعرفوا ان مدينه بيكره راه فيها هذا المشكل ديال الانقطاعات المتكرره ديال الماء، هاد الناس ولفوا انهم يقطعوا الماء ديما من 12 الليل حتى 6 الصباح، وهذا الشيء كان عادي بالنظر لانه الناس تقبلوه، ولكن في هذه الاواخر وخصوصا في شهر رمضان الابرك لقينا بان هذا المشكل جا في واحد الوقت اللي ماشي وقت مهم جدا، انه ديال الوقت قبل السحور مثلا، انك كتقطع الماء وكترجعوا من بعد قبل السحور بساعه ونص، وفي الصباح كتقطعوا من 9 الصباح حتى 3، راه ما جاتش ناقصه بزاف، هذا مشكل كتعاني منه المنطقه. المشكل ديال الفرشه المائيه على مستوى اقليم الشتوكايت بها راه مشكل خطير جدا، مثلا طريق السبت ايتميلك راه كاينين الفوارم ضيعات فلاحيه راه تسدوا ما بقاش عندهم الماء، علاش؟ حيت كاين الاستنزاف بزاف. الناس في المغرب شافوا البلاغ اللي صدرته المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء في الشتوكايت بها، يلا عرفوا هذا المشكل اللي كاين في الشتوكايت بها، هذا المشكل اللي الناس كامل كيعانيو منه في هذا الاقليم وهذه المدينه. شنو المطالب ديالكم حاليا بخصوص المطالب ديال الساكنه؟ كيشوفوا ان الاقليم الوحيد اللي فيه محطه تحليه مياه البحر، ولكن المدينه مدينه بيكره الاقليم ما كيستافدوش من هذه المحطه، علاش؟ ما عرفناش الاسباب. كان على هاد الناس اللي داروا هذا البلاغ انهم يوضحوا السبب ديال علاش
هذه المحطة ما كتعطيش الماء لمدينة بيقرة. هذه الانقطاعات المتكررة راه خطيرة جدا على الساكنة، وبالتالي راه خاص حلول، خاص حلول. المشكل ديال قطع الماء راه ماشي حل، الناس راه كتعاني. بيقرة معروفة بالفلاحة، إقليم شتو كيتباهى معروفة بالفلاحة، والماء خصو يكون موجود. عكس كنلقاو مدن مجاورة فيهم الماء ديما، علاش غتقطع الماء لهذا المستفيد اللي كيخلص الواجبات ديالو، كيفيق بالليل ولا في الصباح وكيلقى الماء ما كاينش؟ علاش؟ شنو هي الأسباب؟ هاد الأسباب اللي حاطين هاد الناس راه ماشي مقنعة، وكنتمناو أنه يكونوا حلول في أقرب الأوقات إن شاء الله.